شهدت مختلف مناطق الدولة هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة ببرق ورعد، أدت إلى جريان الأودية ونزول الشلالات وامتلاء السدود، وذلك نتيجة للمنخفض الجوي الذي بدأ تأثيره على الدولة منذ يوم أمس الجمعة ويستمر حتى يوم غد السبت. أمطار مباركة على أرض مبروكة هطلت بغزارة منذ الصباح لتنفرج الأسارير على وجه الإنسان والمكان. تراوحت شدتها بين الفينة والأخرى ما بين غزيرة جدا ومتوسطة مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى 45 كيلومترا في الساعة، وانخفاض في درجات الحرارة لمستويات ما دون 18 درجة مئوية. كل شبر من هذه الأرض الطيبة بمدنها وعمرانها وبراريها وجبالها ارتوى من أمطار الخير التي شملت برحمة خالقها البلاد والعباد. فهنا في إمارة الشارقة التي حباها الله بتنوع طبيعي هائل وهندسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتكون جذابة بمقوماتها السياحية، تحولت كل بقعة فيها للوحة ربانية آسرة من السماء ذات الوشاح الرمادي، مرورا بعمران المدن فالصحاري الغنية في المنطقة الوسطى التي شقت فيها الأودية طريقها لتخرج عن صمتها بدفق من المياه الجارية بعنفوان وقوة وصولاً إلى المنطقة الشرقية. وهناك حكاية بديعة أخرى صاغتها الجبال الشاهقة التي أفرجت عن شلالاتها والسحب التي دنت من الأرض، كما هي الصورة في معالم خرفكان من استراحة السحب التي لا تمل جمالها البانورامي العين إلى المبخرة التي فاحت برائحة الأرض الندية، لتكون الكلمة اليوم لسيمفونية المطر وهي ما تطرب الأرواح والآذان. وفي ظل هذه الظروف الجوية الاستثنائية تبرز جهود مكثفة من كل الفرق الأمنية والشرطية والدفاع المدني والبلديات لاحتواء تداعيات المنخفض الجوي وضمان سلامة وأمن الأرواح والممتلكات، ليؤدي كل فريق دوره على أتم وجه وسط تعاون الجمهور في اتباع التعليمات للاستمتاع بالأجواء بأمان. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الأحد غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، ويكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان متوسطاً إلى مضطرب. جعل الله هذه الأمطار سقيا خير ورحمة وعم بنفعها البلاد والعباد. وللتعرف أكثر على جهود فرق البلديات في احتواء تداعيات المنخفض ينضم إلينا عبر الهاتف خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين ببلدية مدينة الشارقة. في البداية مبروك عليكم أمطار الخير والرحمة والبركة، لو تحدثنا أكثر عن جهود فرق الطوارئ ورجال البلدية في ظل هذه الظروف الجوية. بداية الحمد لله رب العالمين على نعمة الأمطار، والشكر موصول لجميع من تعاون مع أخوانكم في بلدية مدينة الشارجة على أن تكون أمطار خير وبركة ورحمة. أخوانكم في بلدية مدينة الشارجة في جميع فرقها الميدانية كانوا على أهبة الاستعداد قبل هذه الموجة المطرية، والحمد لله فرق العمل الميدانية ما زالت في الميدان، كانت الاستعدادات المسبقة للنقاط الساخنة والتي تكثر فيها تجمعات الأمطار تم الاستعداد بتجهيز أكثر من 100 حاوية أمطار وأيضا أكثر من 100 مضخة أمطار ثابتة، وعندنا 4 مضخات متنقلة. كل هذه المعدات كانت مسخرة
لاستقبال هذه الموجة من الأمطار. نعم، ما هي المنشآت والمرافق التي تم تعليقها مؤقتا حرصا على سلامة الجمهور؟ بلدية مدينة شارجة حرصا على سلامة الزوار والمرتادين للحدائق العامة، تم إغلاق الحدائق العامة زيادة في حرصنا على إخواننا المواطنين والمقيمين والزائرين، وبإذن الله عز وجل بنهاية هذه الأمطار يمكن زيارة جميع حدائق مدينة الشارقة وراح تكون مفتوحة بإذن الله عز وجل. نعم، ما هي الرسالة التي توجهها للجمهور؟ يعني أنا أتمنى من الجميع الاستمتاع بالأمطار قدر الإمكان من منازلهم. لا شك أن وقت سقوط الأمطار هو وقت يكثر فيه الازدحام، ولعل من أسباب الازدحام خروج الناس بشكل كثيف للشوارع للاستمتاع بهذه الأجواء. نحن ننصح الجميع أن أثناء سقوط الأمطار أن يتريثوا ويسكنوا يلبثوا في مساكنهم، ثم متى ما هدأت الأمطار وفضت الشوارع من تجمعات الأمطار أنهم يعني ينطلقون ويستمتعون بهذه الأمطار. أيضا ندعو الجميع للتعاون مع جميع المؤسسات اللي تخدم المواطنين والمقيمين وتقدم يعني التسهيلات لأن تكون الشوارع خالية من الأمطار، سواء كانت بلدية الشارجة أو الأخوة بالقيادة العامة للشرطة أو جميع الهيئات ذات العلاقة. إذن خالد بن فلاح السويدي، مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين ببلدية مدينة الشارقة، شكرا جزيلا لك. ونتعرف أيضا على الجهود المبذولة في المنطقة الشرقية، حيث ينضم إلينا المهندس عبد الرحمن النقبي مدير بلدية مدينة كلباء. في البداية، كيف تعاملت بلدية مدينة كلباء مع هذه الظروف الجوية وآثارها؟ بداية طبعا بلدية مدينة كلباء كان في تنسيق مسبق مع اللجنة المحلية للطوارئ والأزمات في مثل هذه الحالات، وهذه الحالة بالذات مثلها مثل الحالات الثانية طبعا يتم التنسيق مع هذه الجهات المعنية وبالتنسيق مع الأرصاد الجوية في أثر الحالة وقوتها وشدتها. ولله الحمد طبعا بلدية مدينة كلباء باشرت أثناء بداية الحالة بتوزيع فرق العمل وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية في هذه الظروف. فرق العمل طبعا البلدية منها الصهاريج والمضخات وكذلك العمال والمشرفين وكذلك المهندسين لتشغيل المعدات والآليات الخاصة في مثل هذه الحالات. نعم، وكيف تتعامل بلدية كذلك مع الجمهور وطبيعة ما تقدم لهم من دعم في ظل هذه الظروف؟ طبعا الجمهور الكريم دائما في تنسيق عن طريق التواصل الاجتماعي وكذلك التنبيهات من الجهات المعنية بضرورة أخذ الحيطة والحذر، التنسيق كذلك مع المقاولين والاستشاريين في المواقع الإنشائية في مثل هذه الظروف، وكذلك الجمهور الكريم في التجمعات الموجودة كذلك في بكميات مياه الأمطار أثناء في الميادين والطرق. فكذلك نستقبل جميع الملاحظات، يوجد خط ساخن مباشر، التعامل مباشر مع الجمهور، والحمد لله في تلقي مباشر مع الجمهور لإيصال فرق العمل والتعامل مع أي آثار جانبية مثل هذه الحالات. لكن الحمد لله هذه الحالة مرت بخير ولله الحمد، كانت أمطار رحمة وخير وتم التعامل إياها بكل حرفية من فرق العمل، فيها طبعا ما يقارب 60 مضخة وسبع صهاريج وكذلك سيارة السد الضخ المياه المتحركة، كذلك فرق العمل والأمن والسلامة للتأكد من جميع حيطة الأمن والسلامة في المواقع والطرق وكذلك في مسارات الأولية. إذن المهندس عبد الرحمن النقبي مدير بلدية مدينة كلباء، شكرا لك على هذه الإفادة.